مهدي مزيتا متطوع بالهلال الأحمر التونسي واليوم موجودين في مقر الهيئة الجهوية وذلك لانطلاق البرنامج إن شاء الله اللي يخص الكوفيد 19 فهمتني في الهيئة الجهوية بحضور كل المحليات اللي موجودين في بن عروس. كنا حاضرين قبليك في الورشة متاع التعقيم ولا ورشة ديزانفكسيون كما سميناها. قمنا بتطبيق ولا نوريه للمتطوعين متاعنا كيفاش يركبوا الماتريال متاعهم اللي باش يستعملوه في الخدمة وكيفاش يزاد يحضروا فهمتني البرودوي ديزانفكتون اللي هو باش يستعملوه فهمتني لولون دو بروجي. كنا حاضرين انه فما مونتاج فابوريزاتور ولا مونتاج فابوريزاتور زاد فهمتني معاهم لي برودوي نتاعهم اللي هما باش نستعملوا نحن جافيل 12 دوغري كلور. زاد فهمتني قمنا وريناهم كيفاش باش يلبسوا ويحافظوا على سلامتهم فهمتني فيما يخص التعقيم. التعقيم هو مرحله ثالثه من مراحل التنظيف والتطهير نجي بعد التعقيم، يعني لازم يكونوا الناس كل عارفين كيفاش تصير العمليه، ما نجيوش ان نعقموا على بلايص ولا دي سيرفاس ماهمش نظاف فهمتني ديريكتومون. زاد لازم يكونوا عندهم من المعلومات ما يخليهم انهم معناتها يطبقوا ويحميوا رواحهم وخاصه انه يحميوا البيئه اللي موجوده، خاطر عمليه التعقيم اللي ليناهم معناتها سياتوري ترافير. نجيو نعقموا بلاصه معناتها تنجم تكون ما فماش علاش باش نعقموها، كيما نعقموا جرده ونعقموا كياس ونعقموا حاجات كيما هكايا، الوغ كو اون فان كونت لي سيرفاس اللي فيهم كونتاكت مع العباد هما اللي يمثلوا خطر على العبد مش اي سيرفاس هكاك. ديكو قمنا بتوصيات فهمتني للمتطوعين الكل باش يكونوا عارفين وقادرين كيفاش يتدخلوا في الحاجات هذوما. شكرا.